10 قطع من التوست، 10 قطع من التوست اللي بتباع في السوبر ماركت، بس هنقشر الحروف. عندنا كمان نص كوبايه زبده سايحه، نص كوبايه من الزبده السايحه، وعندنا جزرايه متقطعه مكعبات، وعلبتين تونه، وكوبايه بسله مسلوقه، والجزرايه طبعا مسلوقه، وكوبايه من الفلفل الالوان متقطع مكعبات صغيره، وسمرتين طماطم برضو متقطعين مكعبات صغيره، ومعلقتين بقدونس، نص كوبايه كاتشب، ونص كوبايه من المايونيز، ومعلقتين هوت صوص للي حابب يبقى الصوص شويه حامي، مش عايز بلاش، لكن هو بيديها طعم حلو قوي. تعالوا تاني نشوف الحشوه. عندي 10 شرايح من التوست، عندنا كمان نص كوبايه زبده سايحه، وبعدين الحشوه عباره عن كوبايتين او علبتين من التونه، يا ريت تكون القطعه الواحده ونفرمها احنا، بلاش القطع اللي هي المفرومه. عندي كمان كوبايه من الفلفل الالوان، وجزرتين متقطعين مكعبات ومسلوقين، وكوبايه بسله مسلوقه، وثمرتين طماطم، ومعلقتين بقدونس، ونص كوبايه كاتشب، نص كوبايه مايونيز، ومعلقتين من الهوت صوص اللي هو الصوص الحريف او الحامي. ده هنضيفه لو حابين، عموما هيدي طعم حلو. اول حاجه هنعمل القوالب دي ازاي. عندنا قالب الكب كيك اهو، هنجيب التوست ونجيب مردنه او النشابه وهنفردها بالراحه، يعني حته التوست اهي هنفردها كده عشان تبقى مقفوله المسام مش متفتحه اهي، بس كده. وبعدين نجيب الزبده ندهنها بيها من فوق ومن تحت، شايفين؟ من الناحيه دي والناحيه دي. وبعدين ناخدها على قالب الكب كيك وننزلها كده. لو حبينا ننزلها كده هتنزل معانا، حبينا نساعد نفسنا نقطع قطعه صغيره ونضغطها هتنزل بمنتهى السهوله. اهي في اسهل من كده؟ مفيش مشكله. ناخد واحده كمان ونفرد. عمليه الفرد دي مش بتزودها، بتزود في المساحه بتاعت التوست شويه، بس بتخلي التوست بيبقى هش، التخمير فيه عالي، فبيبقى نافش كده، فالنفشه دي بتخليه يشرب سمنه كتير او زبده كتير. احنا كده قفلنا المسام خالص، عشان كده لما اجي ادهنها هتدهن معايا سهله، كاني بدهن اي حاجه سهله يعني ما فيهاش مشكله. ونقطع قطعه صغيره زي ما قلت ونضغط عليها ونحطها كده. برضو هنفرد كل ده علشان يستوي معانا جوه الفرن واحنا شغالين. برضو انا مجهز شويه برضو قبل الهواء، بس هوريهم لكم بس بعد ما افرد كل الكميه. يا استاذ احمد. الو. السلام عليكم يا شيف يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييك على اسلوبك وعلى الاكلات الجديده، وبستاذن حضرتك بس اعمل منازله لوزير الاتصالات. اتفضل. حضرتك احنا شغالين في قطاع التخطيط في سنترال العتبه اللي اتحرق. وجئنا بعد الحريق، الحريق ده بقى له 10 ايام، وجئنا بعد الحريق بمكان عمل بديل في القطاميه، بينه وبين بيوتنا ساعتين بالعربيه. يعني صعب ان احنا ننقل حياتنا هناك واولادنا في مدارس بعد ما كنا بنروح العتبه. فبنناشد يعني وزير الاتصالات والاستاذ المحترم اسامه ياسين، يعني المكان البديل للعمل يبقى في نفس المربع بتاع مكان الشغل الاصلي اللي هو العتبه. طيب انا برضو بضم صوتي لصوت حضرتك وبقول لك لو كان متاح حد من المسؤولين سمعنا يا ريت يشوف طلب حضرتك. بس انا عايز اقول حاجه، طالما مكان بديل يبقى هو مؤقت على بال ما يبعتوكم تاني للعتبه، لكن لو كان هيستمر يبقى صعب طبعا عليكم في الظروف اللي احنا فيها، يبقى لازم يشوفوا لكم مكان قريب. لكن لو بديل مؤقت مده شهر شهرين ما فيهاش مشكله خالص، نستحملهم يا استاذ احمد لغايه ما يوضبوا السنترال اللي كان فيه مشكله. انا ده اللي انا وجهه نظري، لكن طبعا لو حد من المسؤولين موجود سمعنا يا ريت يشوف طلب حضرتك وينفذه لو كان في صعوبه على حضرتك وعلى زمايل حضرتك. بشكرك على اتصالك، وزي هنرجع نكمل تاني اهو، نحشي كده بالراحه اهو. بعد ما حطينا كل التوست هندخله الفرن ونخلي بالنا منه عشان ما يتحرقش اهو، يعني هندخله الفرن كده على الارضيه ونخلي بالنا منه. وانا مسوي شويه، هنجيب بقى شويه من التوست ده ونجيب طبق الغرف وهنقلب كل المقادير مع بعض. نعمل ايه؟ نجيب معلقه، لان المعالق
ادي الفلفل والبقدونس والتونه، وبعدين الجزر. قد ايه بقى قيمه غذائيه حلوه قوي للاطفال، وهياكلوا الحاجات دي علشان شكلها يعجبهم. بقيه الفلفل، البسله مسلوقه، واخيرا بقى هنحط المايونيز نص كوبايه، والكاتشب نص كوبايه، ونقلب كله لغايه هنا مفيش الهوت صوص. لو حابين تضيفوا بقى هوت صوص ضيفوا هوت صوص، انا عامه بيبقى طعمه حلو قوي جوه الاكله. هو مش الهوت صوص بيبقى سنه سبايسي، بس مش حرق للدرجه الجامده اللي احنا بنشوفها. يعني في ناس بتاكل حاجات سبايسي زياده عن اللزوم. شايفين ادي شكله. عندي بقى القوالب جاهزه، هنيجي ناخد كده نغرف كميه في كل واحده من القوالب، ونخليها على شكل ورده كده. جميل، ماشي يا سعد، شكرا. ونجيب التانية، نغرف كمية كبيرة يعني ما تخافوش. وصدقوني الأطفال لما تشوف الحاجات دي هتعجبها جدا، وهتقدر تاكلها وهم مستمتعين. أهو نجيب دي جنب دي كده، نعملها بس التقديم بتاعها يبقى شكل كده وردة، فكلهم هيشوفوها تعجبهم قوي. أهو هنا نجيب كمان، ونخلص كل الكميات. طبعا الصيف زي ما قلنا ما بيحتاجش اكل دسم وتقيل، عايز حاجات كلها خفيفه. يعني ورقه اللحمه دي مش هتخلي سيدات البيوت اللي عاملين اضراب عن المطبخ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الواحد بيشوف حاجات جميله قوي هم كاتبينها. ستات تقول لك يعني عايزين ياكلوا كل يوم بطيخ وجبنه وعنب وبطيخ، عنب وجبنه، انا شفتها كتير دي. فليه ما يعملوش الحاجات الخفيفه السهله دي، صح ولا لا؟ معايا مجدي طبعا.